طبعا يا ريت تذوقوها وتجربوها، طعمها روعة. وبالعافية. اليوم راح نسوي بلاليط. شوية زيت، كوب شعرية، نحمس لحد ما يصير لونه أشقر. هذا الشقر اللي أريده، نحط له نص كوب مي. من حطينا نص كوب مي راح نحط نص كوب شعرية مو محمصة، على مود أريدها يصير لوني الحلوين. ونحرك. أثناء ما يغلي حط قطعة صغيرة من الزبدة. بعد ما غلى نصفي من المي. بعد ما صفينا نرجعه. نص كوب سكر، زبدة، ملعقة هيل، ونحرك. وأكيد الزعفران. نسوي البيض اللي راح نخليه على البلاليط. ونقلب بالبيض، ونقلب الزبدة. هذه البلاليط جاهزة. وبالعافية. شوفوا شكلها. طبعا يا ريت تذوقوها وتجربوها، طعمها روعة. وبالعافية.